مشاهدينا في كل مكان، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج من حقك تفهم. في مسلمات كتيرة قوي في حياتنا اضطرينا أن احنا يعني نسلم الأمر ونقول أن هي مسلمات، لكن في برنامجنا بنطرح الأمور دي وبنحاول نوصل ليه يا ترى المسلمات دي وصلت لهذه المرحلة، وهل من حقنا أننا نفهم ولا لأ. خلونا في البداية نرحب بحضرة القسيس سامح اللي بيستوعب كل أسئلتنا بصدر رحب. بحاول. أهلا بيك. وأهلا طبعا جورج. أهلا بيك. حلقتنا هنتكلم عن موضوع كل الناس بتختبره، هو الزواج. لكن مفهوم الزواج مختلف ما بين ثقافات، ما بين أديان، ما بين حاجات كتيرة. فعايزين نلقي ضوء كده بسرعة على مفهوم الزواج في المسيحية. إيه؟ زي ما انت قلتي انه في مفاهيم مختلفة، في نظرات مختلفة للزواج. الزواج في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد، وبصورة خاصة طبعا في العهد الجديد بتبرز الحقيقة دي جدا. الزواج عهد، عهد covenant. عشان كده بناخد عهود الزواج. أنا ملاحظة حقيقة دقق على كلمة عهد. وضحها أكتر من فضلك. لأن ده اللي يختلف عن الزواج كعقد في نظر ناس كثيرين. إيه الفرق؟ فرق كبير عن الاثنين. العقد كونتراتو بين اثنين، بنحط فيه اتفق فلان وفلان على ما يلي. والعقد شريعة المتعاقد، فنقدر اللي بنتفق عليه هو اللي بنعمله. ومن ضمن العقود في العقد بنقول نقدر نفسخ العقد، ولما بنفسخ العقد بيحصل الخسائر التالية على الطرف ده أو على الطرف ده، واللي يفسخ العقد هو اللي يدفع مثلا الغرامة اللي موقع أدناه. فده عقد بين اتنين قابل للفسخ. قابل للفسخ. نظرية العقد ما بين اتنين دايما فيها مشاركة جزئية. يعني في أي شركة العقد بيبقى مثلا احنا داخلين نص بنص. لا انا 51 عشان يبقى ليا اغلبيه وانت 49. لا انا داخل 70 وانت 30. ده البرلمان ده. فدي فكره العقد. العهد حاجه تانية. العهد كمان الناس اللي عايشين في القبائل واو الاخر يفهموا الكلمه دي اكتر قوي. الناس بتوع زمان يفهموا كلمه عهد. انا خدت عهد على نفسي، فاهم؟ انا دخلت في عهد مع حد. كلمة تانية خالص خالص. يعني في الكتاب الواحد بيفهمها بطريقة لغاية لما حد من أوغندا جاء قاعد يقول لنا المفهوم القبلي عندهم لكلمة عهد يعني إيه، فنورت في عينينا عشان نفهم الكلمة دي اللي استخدمها الكتاب إزاي لها معنى آخر. قال إيه بتاع أوغندا؟ قال لما واحد بيخش في عهد بيبقى الشخص ده كأنه هو، فكل ما يمتلكه ملك للآخر. فهم؟ وسماه المنيواني بتاعي. يعني ده زي يعني زي بديلي. فكلمه كبيره قوي 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 عندهم كلمه العهد ديت، الكوفيننت ده. ودي الكلمه اللي استخدمت في علاقتنا مع ربنا. الله قطع عهدا مع ابراهيم، او ترجمت ميثاقا مع ابراهيم. فالله في علاقته مع البشر عهد مش عقد. فلما صنع اخترع الزواج في جنة عدن جعل عهد. الكتاب بيقول امرأة عهدك، امرأة عهدك. فاهم قصدي؟ المرأة اللي انت دخلت معها في عهد مقدس. واضح؟ العهد ليه شرطين مهمين قوي. الشرط الاولاني 100 100. يعني ايه 100 100؟ يعني انا بدخل ب 100% والتاني بيدخل ب 100%. يعني انا ملك للاخر 100% وهو ملك ليا 100%. وده اللي مكتوب في نجيل الانشاد، انا لحبيبي وحبيبي لي. فانا مش مديله جزء مني واخد جزء منه. فهماني؟ مش مديله 50% وهو 50%. لا، انا 100% ملكه، هو 100% ملكي. 100% ملكه بكل ما يعني. جسدا وروحا. واملاكا. وكل حاجه. وللابد. ولا ينقض، ولما انقضه اخسر 100%. بس انت في حلقه سابقه قلت انه الحريه ان انا اعيش وانا حر. يعني احب وانا حر. مفيش حريه دي. فيش حريه. لان المحبه رباط الكمال. انا دخلت في عهد حب. ما ده عهد حب، فباختياري دخلته. بس اختياري دخلته
عشان افضل اعيش فيه حر ويبقى فعلا عهد حب، لازم يكون عندي الاوبشن ان انا اسيبه وانا اللي ما بسيبوش. لا لا، لان ده حب. انا ربطت نفسي بهذا الشخص واخدت عهد على نفسي اني انه رفيقي مدى الحياه. العقد بيبقى بزمن، لا نجدده كل 5 سنين، فاهم؟ ولو ما قلناش بنجدده كل قد ايه في العقد، بنقول عند فسخ العقد يدفع اللي فسخ العقد للاخر كذا كذا كذا. برنارد شو قال حاجه زي كده، قال انه يبقى الحياه هايله لو عملوا العقد. فخلي بالك من الحاجه دي. فالزواج في المفهوم الكتابي عهد، زي مثلا الكتاب بيقول ايه، ليس للرجل سلطان على جسده بل للمراه، وابتدى عكس مفهوم الناس ان الرجل بيمتلك جسد المراه. لا لا لا، قال ليس للرجل في الزواج سلطان على جسده بل للمراه، فجسد الرجل ملك لامراته، وليس للمراه سلطان على جسدها بل للرجل. بس انا مش مقتنع يا، لانه انت خليتني أكمل. مفروض عليا اعيش في العهد ده. اكمل هو بعدين قول لي بقى اللي مش عاجبك فيه، فاهم؟ وازاي نصلحه يعني، اقترح على ربنا ايه وصلح ايوه صح. دايما عندكم اقتراحات على ربنا، فنشوف الاول مقنع وبعدين ازاي نصلحه. لكن اذا كان مقنع مش محتاجين نصلحه، مش كده؟ فانت تسالني ايه هو مفهوم العهد. عشان كده قال الكتاب ايه بقى، ودي الايه اتكررت في 4 مرات، اتقالت في سفر التكوين، قالها المسيح مرتين في الأناجيل، وبعدين قالها بولس الرسول في أفسس 5، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحد. they became one، بقوا واحد، بقوا حاجة واحدة مش اتنين. أقدر يلتصق، هنا الكلمة المستخدمة زي ورقتين اتلزقوا بغيرة، ما تقدريش تشيلي واحدة من التانية، ما تشيلي واحدة من التانية يحصل لها ايه؟ تتقطع. بس انا عايزة اعمل، وده الفرق ما بين العائلة وما بين اي كونتراكت تاني، لان نتيجة الزواج ده في ايه؟ في اطفال. في اطفال، في واحد موجود مرتبط ان ده بابا وماما. لما بابا وماما بيسيبوا بعض، العيال بيحصل لهم ايه؟ مشاكل كتير، بيتمزقوا. انت بتقطعوا نصين، انت بتفصله، انت بت 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 بتسلخه من جلده. فده اللي يختلف عن أي علاقة إنسانية تانية. عشان كده العلاقة الإنسانية الفريدة عن كل العلاقات، علاقة الأب بابنه مش عهد، لأن ابني بيسيبني وبيمشي، لازم يسيبني ويمشي. فهماني؟ لكن الزواج علاقة عهد، لأنه 100%، ولأنه غير قابل للفسخ. طب حلو قوي. أنا بقى إنسان ووارد جدا أن أنا أغلط في اختياري، فاخترت حد للأسف بقى يعني مع العشرة شفت ان هو غير مناسب ليا تماما، فانا كده دخلت في عهد ابدي مع حد غير مناسب معايا تماما. كويس. يبقى انا كده عملت ايه في حياتي؟ دمرتها. واضيف على كده كمان انه بدمر ولادي. عشان كده بنقول اختيار شريك الحياة قضية مهمة قوي. في مدرسة المسيح خدنا لها حلقات كتير قوي، لان الناس لا تعيرها اهتماما. حلو، بس ما فيش ضمان 100% انه المشروع اللي انا داخلاه ده او العهد اللي انا داخلاه، ما عنديش ضمان 100% انه هيكون ناجح 100%. حتى لو طبقنا حاجات بتاعت مدرسة المسيح. لا عندي ضمان. طب ازاي؟ لا عندي ايه الضمان؟ لا عندي ضمان. اتفضل حضرتك. لا عندي ضمان. عشان كده ما جمعه الله لا يفرقه انسان، عندي ضمان. هو اللي جمعه الله، افرض انا اخترت بنفسي. انا ما كملتش. اتفضل. يعني عندي ضمان. الضمان ده ايه؟ اذا انا ابن لله منقاد بربنا وعملت اللي قاله الكتاب في اختيار شريك الحياه، دورت على المعين النظيري، مش دورت على ما اريد، دورت على ما احتاج، مش تفاصه، مش بتجوز العروسه الحلاوه، مش بتجوز العريس فتى الاحلام، بتدور على المعين نظيري، ومشيت مع ربنا الرحله دي عشان اكتشف نفسي واكتشف انا مين، وعشان اكتشف الاخر، ومش الحب يعميني، ومش الاحتياج للجواز فاتجوز وبس يخدعني، فالحب بيخدعني والاحتياج بايه؟ بيخدعني. اذا عملت كده هلاقي الشخص المناسب. ايه اللي اضمن سعادتي بقى؟ اني هستخدم بقى المانيوال، الكتالوج، فان العلاقه دي تقوم ازاي، نعملها ازاي، نبني البيت ده نبنيه ذهب وفضه ولا نبنيه حب وتواضع. حلو. اذا مشينا على الوصفه الالهيه، اذا مشيت على الوصفه الالهيه في اختيار شريك الحياه، ومشيت على الوصفه الالهيه في العلاقه، هعيش اسعد انسان. ها
حلو، بس حضرتك ابتديتها بأول طوبة إن أنا لو ابن لله وبسمع صوت الله في حياتي، ودول قلائل، فمعنى كده إن الزواج الناجح في دنيتنا هيبقى شوية قلائل والتعاسة لكل البشر. طب ما هو الناس اللي بعيدة عن ربنا، يبقى السؤال بقى جاي. طب حضرتك الناس اللي بعيدة عن ربنا تعيسة من غير ما تتجوز. حلو. فلما بتتجوز عشان تعوض التعاسة بتكتشف إن الحياة صارت أتعس. صح. حلو. ليه؟ لان تعيس على تعيسه اتلموا على بعض هيعملوا ايه؟ خايف الراجع. طب لا بس انا سؤالي بس اكمله. هايل. يعني دلوقتي بقى الزواج السعيد مقصور على اولاد الله اللي عارفين يسمعوا صوت الله. صح. وعارفين مشيئته وماشيين. صح. حلو قوي. صح. طب باقي بقى همسك المسيحيين اللي عندهم المسيحيه اسمها عهد زواج. فانت كده دخلته في مشكله، هو مش لسه معرفش المسيح، ممكن يعرف المسيح بعدين، ممكن يبقى مؤمن وابن لله بعدين، بس وقع خلاص، وقع في اختيار خاطئ عليه انه يتحمله الى لغايه ما يموت. طيب ما تتخضيش من اللي هقوله. اتفضل. الوصيه الكتابيه لاولاد الله. لا تاني انت وعدتي ما تتخضيش. كنت وعدتي ما تتخضيش. الوصيه الكتابيه لاولاد الله. الوصية لا تصلح لغير أولاد الله. المحكمة ما بتقولش كده حتى. أنا من أنا استنى. أنا لا أنا بجاوب على السؤال. ما أنتوا عاملين لنا أزمة. أنا ماليش دعوة بإحكام الكنيسة حضرتك، وماليش دعوة، أنا بتكلم، أنت بتسألني سؤال أنا بجاوب. كويس. طب ما هو ده في يحمل في طياته حل. أنا أقول أنا كملت. طيب بلاش استنتاجات. اتفضل. لما المسيح بيقول أحبوا أعدائكم. وأنا مسيحي اسمي والمسيح مش في قلبي، أقدر أحب عدوي؟ لا، أحبر على ورق. تحب رب إلهك من كل قلبك، وأنا ما عنديش علاقة بربنا، أقدر أحب ربنا من كل قلبي؟ الوصية مكتوبة لأولاد الله، غير أولاد الله ما يعرفوش يعملوها، ما يعرفوش يعملوها. المسيحية بقت متلخبطة لما تحولت إلى ديانة مش إلى علاقة مع الله. بس في النهاية احنا عندنا مشاكل. لما اتفقنا اللي اتفقنا عليه، المسيحية علاقة وليس الدين له شرائع وأحكام. تمام. اللي يعرف يعيشوا أولاد الله اللي ليهم علاقة مع ربنا. الوصية اتكتبت لأولاد الله، ما اتكتبتش للعامة، ما اتكتبتش للعامة. عشان كده في المجتمعات الغربية عايز تطلق روح طلق، الكنيسة ملاش دعوة، الكنيسة ملاش دعوة بالطلاق. وليت ما يكونش ليها دعوة هنا. الكنيسة تزوج ولا تطلق. فاهم قصدي؟ فانت شخص مش عايش مع ربنا ومش عايز تخضع لوصايا الكتاب. انا حضرتك عايزين نكون عمليين شويه. يعني انت بس انت فاهمين انا بقول ايه؟ احنا اقحمنا نفسنا فيما ليس لنا. بس حتى لينا حتى الاساس بتكلم على المسيحيين. انا واضح ولا انا مش واضح؟ انا عايز اسالك. انت فهمتني اصلا؟ انا فاهمك كلام حضرتك، بس هو انت فهمتني اصلا. بصالي بصه كده، بصالي بعين رضيه. لا ابدا، اصل اتحط مشكله. انا بقول لحضرتك بس انت هتتخضي، بس هو ده الكلام الصح. لما بتدخل فيما ليس شاني ببقى مش عارف اعمل ايه. وبخاف على المسيحيين المؤمنين. إيه؟ حتى المسيحيين المؤمنين. انت بتتكلم على مجتمع مجتمع متزمت جدا، ما بيسمحش بالعلاقات، مستوى النضوج النفسي فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنسين مستوى متدني جدا. ده احنا عشان نخرج مع بعض ولا عشان اعرف بنت ولا بتاع، ممكن انه بتخرج معاها وكمان مش هتتجوزها، فالناس بتلبس في بعض يعني. لا، وفي بعض الثقافات ممنوع اساسا انك تشوف خطيبتك. يعني فالناس بتعمل قرارات خاطئة. بتعمل قرارات خاطئة. هيسمعوا مدرسة المسيح وهيكملوا يعملوا قرارات خاطئة يمكن. ففكرة ان انت تحط لهم عقدة انه ما عندكش طريقة تانية، اكفر بقى، اللي هو يعني مع كل احترامي للقيادات الكنسية العليا اللي مثلا مذيعة تيجي تقول لحد لقداسة البابا انه والناس اللي متعذبة دي ذنبها ايه، فيقول لها مش مشكلتي. لا، حرام. انتوا بتتكلموا دلوقتي عن الطلاق؟ لا احنا بنتكلم عن إيه؟ ممكن ناس قاعده السؤال بنتكلم عن العهد اللي حضرتك بتقول انه العهد ده انت خليته العهد ده. انت سالتني، ما بسالكش عن الطلاق، بسالك عن العهد اللي ما كانش مفهوش سكه رجوع. كلمه العهد ما بقاش حريه. كلمه العهد تعني اللي انا قلته ولا ما قلتوش؟ تعني لا ما عدا حاجه واحده بس، انت اللي هو عدم الحريه دي، اللي هو في جيت انت في دي بالذات. يعني انت قلت لي مع ربنا من حقي، انت خليتني مع ربنا من حقي ان انا اقول انت تتجوز. سالناك السؤال دوت، هل تقبل هذه الفتاة التي ممسك؟ نعم. هل تتعهد أن تحبها وتكون مخلص عليها؟ نعم.
في الضيق والوسع، في الصحة والمرض، في ال كنت طفل غرير ما كنتش عارف مثلا، وبعدين اكتشفت ان انا مش عارف. اكمل اكمل تقول انت مش اكمل أهم. ما دمتما على قيد الحياة ولا حين ميسرة؟ لا وانا عايز اتجوز وعايز تخيل تخيل انت بتتجوز واحده بتقول لها على فكره انا هجرب سنتين ثلاثه وبعدين بقول لك اكمل. وش اجرب انت اشمعنى اشمعنى مع الله بتقول لي عندك حريه وما يا اما ما يبقاش، يعني جيت عند ربنا قلت لي ما يبقاش في علاقه غير لو عندك حريه تسيبها، وتيجي في دي في علاقه اللي عندك ما انت بتقولي لا انا ما قلتش لا، انت في علاقتك مع ربنا ده عهد حلو من حق اسيبه. استنى بس بسالك باكد عليك من حق اسيبه او لا؟ انت في علاقتك مع ربنا ده عهد، العهد ده تروح لربنا اقول له يا رب همشي معاك شويه ينفع؟ لا كويس بتقول له انا بديك حياتي كلها للابد. صحيح. انا ملكك وانت ملكي. احنا بنفترض حسن النيه. انا بسال سؤال، العهد ده مضمونه؟ تمام. العهد ايترنال كوميتمنت. صحيح. التزام ابدي حتى الموت. كويس مع ربنا ده العهد. انا جيت عايز اكسر العهد، اقدر ولا ما اقدرش؟ اقدر. اقدر واسيب ربنا. لما بسيب ربنا بخسر ايه؟ كل حاجه. كل حاجه. الزواج نفس الحكايه، ده عهد بس ما اقدرش بقى اتركه. بس يعني اكمل ده عهد. كويس اقدر اكسره، اقدر ازني واكسر العهد، اقدر اطردها من البيت، اقدر اسيب البيت وامشي. بس وهاجر. انا كده خارج الوصيه تماما يعني. ما هو زي ما ربنا ما خارج الوصيه لما سيبته مو زي لا تاكل منها وتقدر تاكل. فاهم قصدي؟ العهد لا يلغي الحريه، الغاء لكن العهد هو التزام مدى الحياه، لانه عهد مش عقد. في العقد بنقول ده اتفاق 5 سنين يتجدد من ذاته، او اي واحد يقدر يفصله يفسخ العقد ده، ولما يفسخه يدفع كذا كذا كذا. العهد ما ينفعش فيه كده، ما فيهوش مده. العهد علاقه ابديه تقدر تكسر العهد. ليه الكنيسه لو كانت بتؤمن بالحريه دهيت ليه الكنيسه ما بتاخدش موقف؟ لان انت بتتكلم كمان على ازمه ناس، يعني ناس عايشه في مجتمع معذبه وانتوا عارفين ان هم معذبين بس سايبينهم انه ملناش دعوه. هي نقطه ملناش دعوه، نقطه ملناش دعوه مش واصله عند حته ان انا اسيب ولا لا. ده مش سؤال، اسألني سؤال. انا موافق على معاك كل مش حاجة. سؤال لا لا دي شكوى. انا موافق. انت بتعمل شكوى ليه؟ انا هقول سؤال. احنا هنا بنتناقش والشكوى ملهاش اجابه. لا لان اسألني سؤال. السؤال اهو انا موافق على كل حاجه. انا بجاوب، انا بجاوب في المفاهيم الكتابيه. اللي انا بقوله ان الوصيه دي كتبت للمؤمنين وليست للعامه من البشر. المؤمن ده مش حاول يعمل غلطه. اكمل كلامي. الزواج عبارة عن عهد بيني وبين الشخص أمام الله، وعقد بعمله أمام الدولة عشان أقدر أخد حقوقي كزوج وزوجة، زوج وزوجة، فأقدر أخلف عيله وسميهم باسمي، واخد بالك؟ أقدر لما أموت مراتي تورثني، ففي عقد أمام الدولة وعهد أمام إيه؟ القانون، أمام الله. الكنيسة مفروض تكون مسؤولة عن الإيه؟ العهد، عن العهد. فهم قصدي؟ ومفروض اللي يعمل العقد، المفروض زمان قبل ما الكنيسة تبقى هي صاحبة السلطة، مين اللي يعمل العقد؟ الدولة. الدولة، وده اللي موجود في الغرب. واخد بالك حضرتك بتروح تعمل عقد في مكتب الـ 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 الموافق اللي هي المكتب الشؤون الأحوال المدنية، الأحوال المدنية، وبعدين بتروح تصلي في الكنيسة. الكنيسة ده العهد اللي بينك وبينها أمام الله، وأمام الدولة ده العقد اللي انت مضيته على بعض، اللي بينكم وبين بعض عشان أموركم الشخصية دوت. كويس؟ انت قررت تنقض عهدك مع زوجتك، كويس، وتسيبها وتمشي، او تزني وتخونها، مظبوط، وتفسخ هذا العهد، خسرت كل حاجه، خسرت العلاقه كلها، مظبوط. وتقدر تروح بقى قدام المحكمه وتطلب ايه؟ طلاق، وتبقى دي قضيه، وده هياخد كام وده هياخد كام واخره، وتقطعوا العيال وتقطعوا نفسكم وتقطعوا ايه فلوسكم وتعملوا الحكايه دي. دي حريتك. رائع. هنا الكنيسه تدخلت في هذا الشأن، واخد بالك، فبقت بتعمل العقد وبتعمل ايه؟ العهد. فاهم قصدي؟ فبتتحكم في طلاقك، وبتتحكم في انها تجوزك تاني ولا ما تجوزكش تاني. واضح اللي عايز اقوله؟ وده تقييمك ليه؟ انا تقييمي ان المفروض ملياش دعوه. ان الكنيسه الغربيه عملت الصح، ان الكنيسه ما تبقاش دين ودوله. الكنيسه تعمل ما هو روحي، وتترك ما هو مدني، ما لقيصر ايه؟ لقيصر. وانا ابقى فيما لله، انا ماليش دعوه بالامور الايه؟ المدنية. ده مش شأني، أنا ما بطلقش، أنا بطلق، أنا جوز بس. طيب. أنا أعمل البنا بس، أنا ما هدش. أنت عايز تهد تروح تهد بعيد عني، فاهم قصدي؟ فأنا ما تحكمش في الهد عشان أبقى أنا اللي بهد، فاهم؟ لأن أنا إيدي ما تتهد ما تهدش. طيب. أنا إيدي تبني إيه فقط، لأن دخلنا نفسنا في الحاجتين دول، بقى عندنا أزمة اسمها نطلق وما نطلقش. طب حرام نطلق؟ أنا ماليش دعوة بالحرق، أنا فعلا مش مفروض أطلق،
فمفروض هو اللي يروح يطلق، يبقى هو بيعمل الغلط، انا ما بقاش شريك في الايه؟ في الغلط. في الغلط انا ابقى شريك في الايه؟ في الصح. انا ليا العهد، انا واصي على العهد، انا شاهد على العهد، انا باقيم العهد، انا بعلمه يحب مراته، انا بصالحه على مراته. لو حد نقض العهد ده مره إيه؟ وجي قال لك انا عايز اصلح غلطتي وعايز اتجوز تاني واجدد عهودي كده وابقى انسان ملتزم، اذا هو البريء، اذا هو البريء ده اللي قاله كتاب، تعرف من فين؟ اعرف منين؟ لا نعرف، نعرف نعرف. لا عشان كده الكتاب حط حاجتين، اني انا من حقي روحيا ازوجه تاني، حط الزنا والترك، لان دول الحاجتين اللي فيهم كسر للايه؟ للعهد. اني انا حبيت الانسان ده صرت لاخر، فانا كسرت الايه؟ العهد اللي بيني وبينه دوت، او انا سبتها ومشيت، او طردتها من حياتي، فانا كسرت الايه؟ العهد ده. فالزنا اللي خان العهد مش من حقه يتجوز تاني، اللي المجني عليه من حقه ايه؟ يتجوز تاني. فاهم قصدي؟ من حقه يتجوز مدني لان ده شأنه ايه؟ فاهم قصدي؟ ماليش دعوه، انا مش هتحكم في الحكايه دي، انا ماليش دعوه بالجزء المدني دوت، انا ليه دعوه بالجزء الايه؟ الروحي. اني انا الجزء الروحي ديت بطبق فيه المبادئ الروحيه على الروحيين بس. لو احنا عملنا كده هنخلص من كميه رهيبه من هذه المشاكل، لكن احنا دخلنا نفسنا في امور فبقينا قضاه بنحكم ده زاني لا مش زاني، ده بطلان زواج ولا مش بطلان زواج، لان طبعا كل ما بني على باطل فهو باطل، في حاجه اسمها بطلان زواج. الراجل انا اتجوزت ده على انه عادل مسيحة مش عارف ايه ايه ايه، وطلع انه بطاقته مزوره وطلع ميكانيكي مثلا، فيبقى ده زواج بطلان، فالمفروض ادي بطلان زواج. فاهم اللي عايز اقول؟ المحكمه هتحكم بطلان الزواج لو ده حصل، بس لازم تاخد مني انا ورقه، انا مالي. فاهم قصدي؟ يعني الامور المدنيه كانت لازم تبقى ايه؟ ما انت دخلت نفسك فيها برضو هتلاقيس مع احترامي لما قلت ان انا لازم احكم مين الصح في الزواج الكنسي بعد كده، لكن ما يعني ممكن حقه يروح يتجوز مدني ويعيش مدني هو حر، يعني من حقه يتجوز تاني مدني، انا ما بتحكمش في دي، فجوازه الامام المجتمع ده يقدر يعمله. طب ايه رايك في الناس اللي بتقول انه في المجتمع بيقولوا انه عشان ما عندكوش طلاق جوازاتكم متعبه اكتر، لانه لو كان في طلاق الناس هتتلم، يعرفوا انه في خطر فيلموا نفسهم، لكن انتوا ما عندكوش الحكايه ديت، فاللي بيسيء يعني اللي بيسيء للتاني عارف انه ما فيش حدود للاساءه، لكن الطلاق لو بس لو عارفه انه في طلاق هتتلم، لو عارف انه في طلاق هيتلم. لا انت كده بتوجه كلامك للستات اكتر يعني، لانه العصمه بتبقى في ايد يعني الراجل. لا سامحني طبعا، بس ده كلام بيتقال، ده كلام بيتقال، بس الواقع بيقول ان نسبه الطلاق عند الذين يصرحون بالطلاق اعلى بكتير من نسبه طبعا الطلاق عند الذين لا يصرحون بالطلاق، فالارقام بتقول عكس اللي حضرتك بتقول دوت. فأنا مرة تانية بتكلم عن المبدأ، أنا بجاوب المبادئ اللي هي قالها الكتاب واللي هي إيه؟ طيب. منطقية صحيحة، واللي غيرها ما ينفعش. ما ينفعش الزواج يبقى عقد، لأن يبقى علاقة مصلحجية مش علاقة حب، مش علاقة عطاء النفس. الزواج بدي نفسي لشريك حياتي، وشريك حياتي بيديني نفسه، فتحصل المعجزة أن يصير الإثنان إيه؟ جسداً واحداً. واحد. دي بقى مدخل للسؤال اللي جاي. لو ما حصلتش مش هتحصل السعادة. يعني لو الوحدانية دي ما حصلتش مش هتحصل سعادة، هنفضل اتنين عايشين في بيت واحد لا يمكن هنبقى سعادة. يعني إذا ما حصلش التلاحم ده، وده سر إن ناس كتير مش سعادة في زواجها، لأن أصلاً عملية الزواج الروحية ما تمتش، فضلوا اتنين، فضلت فلوسي وفلوسك، ولادي وولادك، سريري وسريرك، كرامتي وكرامتك، مش عارف ايه وايه، ففضلنا اتنين، فاتنين بيناموا على سرير واحد، بيستعملوا حمام واحد، عندهم عيال مشتركين، كارثه، فخناق على طول، لان فاهم. لكن لو تمت الوحده هيعرفوا يعيشوا، هيعرفوا يناموا على سرير واحد، بيستعملوا حمام واحد، عندهم عيال واحد، فاهم، هيعرفوا يعيشوا في انسجام. فاذا والوحده لا تتم الا بعقد، لا تتم بعقد، عشان كده الزواج اذا لم يكن عهدا لن يتحقق. فاهمك، بس حاسس انه كلام شويه يعني، مثلا جبران لما بيتكلم عن انه بالعكس استمتعوا باختلافكم، خليكم اتنين عمودين شايلين نفس السقف، كلوا من نفس الطبق، بس ابدا ما تقسموش نفس الرغيف، الشعر بتاعه عن المحبه، انا بحسه كلام حلو، انا احب شريكي يكون يعني بحبه بس هو متميز عني برضه. كلام جميل جدا، يودي 60 دقيقه. الزواج إذا لم تتحقق الوحدة، إذا لم أصل أني أحس في أعماقي أني مراتي دي هي أنا وأنا هي، وأنها جوايا،
إنها حتة مني زي ما قال آدم، هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. عشان كده الكنيسة سميته سر الزيجة، وعشان كده بولس بيقول هذا السر عظيم. ليه؟ لأن واحد زائد واحد مفروض يساوي إيه؟ اتنين. واحد زائد واحد يساوي واحد ونص، لا يساوي اتنين، لأن هي واحد زي مساوي ليا في الكرامة وفي المكان. لكن الزواج واحد زائد واحد يساوي إيه؟ واحد. إذا ما حصلش ده لن ننعم بالسلام ولن ننعم بالهناء ولن تتحقق السعادة الزوجية. وزيجات كتيرة جدا أصلا ما حصلتش الحكاية ديت، هما اتنين وفضلوا اتنين بس أعزب متزوج، أعزبة متزوجة. فاهم اللي عايز أقوله؟ عنده أصحابه وعنده خروجه وعنده الهوبيز بتاعته والهوايات بتاعته وعنده حياته وهي عندها حياتها وبيتلموا في البيت. ده مش الزواج، ده مش الزواج المسيحي. طيب حضرة أسيس، إحنا لازم نطلع فاصل دلوقتي، بس حد كده تلميح عن السؤال اللي بعد فاصل، هل عهد الزواج ممكن يكون مع كذا فرد ولا فرد واحد؟ خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرة الأسيس. الجواز عهد مش عقد. طب وإيه الفرق ما بينهم؟ العقد ينفع يتفسخ والعهد ما ينفعش يتفسخ. العهد إن أنا أكون أنا وكل اللي ليا ملك للآخر. العهد مضمونه التزام أبدي حتى الموت. العهد ما بيلغيش الحرية لكنه التزام مدى الحياة، لأنه عهد مش عقد. طب نرجع للجواز. الكتاب المقدس بيقول ليترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمراته ويكون الاثنان جسداً واحداً. ده المبدأ، يعني الجواز عهد بيني وبين الشخص التاني قدام الله، وعهد بعمله قدام الدولة عشان نقدر ناخد حقوقنا كزوج وزوجة. في الجواز بدي نفسي لشريك حياتي والشريك حياتي بيديني نفسه، فتحصل المعجزة إن الاثنين يبقوا جسد واحد. لو الوحدانية دي محصلتش مش هيكون في سعادة، هنفضل اتنين مش متحدين عايشين في نفس البيت. يعني ببساطة الجواز واحد زائد واحد يساوي واحد. رجعنا مشاهدينا تاني مع حضرة الأسيس سامح ومع الزواج. كان قبل الفاصل بنتكلم انه في المسيحيه عهد الزواج، والعهد ده انا بقدم نفسي 100% لشريكي وشريكي بيقدم 100% كل ما يملك ليا وكل ما املك ليه. كان سؤالي لحضرتك قبل الفاصل، هل ينفع اقطع عهد بهذه الكيفيه مع اكتر من حد في نفس الوقت؟
افتكر المفهوم اللي قلناه يمنع هذه الفكره ويجبها تماما، مش كده؟ ليه؟ اقول ليه؟ اولا اللفظ موجود وواضح وصريح اللي في سفر التكوين، يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بايه؟ امراته. امراته مش جمع. ما كانش في غيرها حضرتك لسه. كويس قوي. كويس قوي. لما المسيح قالها تاني في متى 5:32 ولما قالها تاني في 9:19 قال يترك الرجل اباه وامه ويلتصق به امراته ويصير الاثنان ولا الثلاثه ولا الاربعه ولا الخمسه، الاثنان جسدا واحدا. فالايه دي اللي اتكررت عبر الزمن منعت تعدد الزوجات، منعتها، قفلتها، بس في الكتاب المقدس موجود التعدد من زمان جدا. ورجال الله القديسين يعني مظبوط. نناقش القضيه بقى منين؟ نناقش القضيه دي مناقشه دقيقه جدا جدا جدا. اتفضل. لكن المبدا من الاول كده، والمسيح بيقول لانه من البدء لم يكن هكذا، من البدء يقول الكتاب يترك الرجل اباه وامه يلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. فده المبدا. الناس في السكه كسروا المبدا، فهموا غلط وتصرفوا غلط. ربنا كان راضي عنه. ايه المناسبه، ايه المناسبه بتاعه الايه ديت في 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 متى 5 وفي متى 19؟ المناسبه قالوا له موسى اعطانا كتاب طلاق، فاهم؟ فقال من اجل قساوه قلوبكم اعطاكم كتاب طلاق. هل معنى الكلمه دي انه قدام ضغط الظروف ربنا بيحل امور؟ قدام قساوه القلوب وعدم الفهم بيحلها. سمح لهم اجتماعيا يعملوا حاجه هو مش موافق عليها لان هم مش فاهمينها. حبان القصه دي. هذا كلام خطير يا حضرتك. طبعا طبعا. عشان كده احنا مهم قوي نفهم مفهوم الاعلان في كتاب المقدس. هشرح الحته دي. بليز. مثلا ادم كان عنده كم زوجه؟ انا ما اعرفش. واحده. ده لان ما فيش ستات وخلفوا عيال كتير وكانوا بيتجوزوا بناتهم بيتجوزوا اخواتهم. ايوه. فضل عنده كم زوجه؟ واحده. هو بعد اللي شافه ده اللي مذكور في الكتاب. بس مذكور في الكتاب. واخد بالك؟ طيب متشالح والناس دي كلها كان كم واحده؟ مش عارفين. واحده بيقول. بلاش اوضح واحد في القصه نوح. دي قصه واضحه جدا مش كده؟ لما دخل الفلك دخل معاه كم زوجه؟ زوجه وثلاث ولاده وزوجاتهم. طب كويس احنا وصلنا لغايه نوح. لغايه نوح في كام زوجه؟ دي واضحه بقى قصه نوح. يعني مش بقى انساب واتجوز وخلف فلان ويمكن يكون اتجوز غيرها وخلف غيرها. ده نوح اهو لما نجا نجا باسرته، كانت اسرته فيها كام زوجه؟ واحده. زوجه واحده. كويس. ابراهيم لما اتجوز كان عنده كام زوجه؟ واحده. لوط لما اتجوز كان عنده كام زوجه؟ هجي لك حالا. ايوه معلش. لوط لما اتجوز كان عنده كام زوجه؟ واحده. كويس. اسحاق لما اتجوز كان عنده كام واحده؟ واحده. فاحنا بنشوف كل الاباء دول كان كام زوجه؟ واحده. يعقوب ايه؟ يعقوب خاله خدعه وجوزه اختها عشان ما تبورش، لكن هو كان عايز يتجوز كام واحده؟ واحده. رحيل. بس اللي حصل انا بفهمك. أيوه. انا اللي بفهمك. انا وابراهيم ما تزوجش هاجر. هاجر دي امت ساره اعطته اياها لتنجب لها نسل. لا ما كده بقى الدنيا ثانيه. خدت بالك من الفكره عايز اقولها؟ فهو لم يعاشرها كزوجه، لا هو عاشرها مره لينجب طفل. لما حبلت ما عاشرهاش. ده استخدام. ده حاجه سيئه قوي. ايه ده استخدام يعني؟ فده مين اللي عملت كده؟ ساره قالت له انا مش قادره اجيب، هجيب من الأمة بتاعتي. طب انا هديها لك. فانا موافق على ده. انا وربنا كان موافق على عكيت اسماعيل. طب وما قالوش ليه؟ ازاي قال له بساره يدعى لك نسل؟ هو ما قالوش ان اللي انت عملته ده غلط. ازاي ولازم تتوب؟ لما قال له ليت اسماعيل يعيش امامك ما بكتهوش على انت عملت حاجه غلط ان انت عملت ده. ازاي ما بكتهوش؟ قال له انت عملت حاجه بتاعتك، انا مش ده اللي قلتهولك. لا بس ليت يعني بعد كده. لا كان في ناس والاطرد الجاريه مع ربنا بيفرح في الغلام ومع الغلام. لا بس الناس ربنا فرح بيهم وقلبهم حبيبي صاروا كانوا عندهم لان ربنا علاقات عاديه. لانه ذنبها هي ايه؟ مش ابراهيم يا حضرت الاسيس. بس بعد كده انه حتى الكلام ما بقاش هي بالعكس. هي لما انطردت ظهر لها الملاك ولا ما تخافيش وانا هكون معاكي وحبارك ابنك واو لاخره وانقذها وادها الميه. لان هي ذنبها ايه؟ هي مش مالهاش ذنب في اللي حصل، فاهم؟ لكن هل ربنا وافق وبارك هذا الزواج وكمله؟ لا. حضرتك قلت أيوة. لاجل قساوه قلوبكم موسى اذن لكم اعطاكم كتاب طلاق. حلو قوي.
ما انا برضو لسه واقفه عند مشكله انه يعني لما الامور هتتازم الله هيغير مبداه ويدي حل بامور تانية؟ لا، مش الله بيغير مبداه، الله ما بيغيرش مبداه. فاكره لما كنا بنقولنا على قد النور اللي عندي ربنا بيعاملني، على قد النور اللي عندي ربنا بيعاملني. ربنا ما يقدرش يعاملني وانا ما عنديش نور كامل، اللي انا شايفه بيعاملني على قده كويس. فالنور اللي كان عند هذا الشعب نتيجة الشعوب اللي عاشوا وسطها واختلاطهم بالأمم والآخر وقساوة قلوبهم، ما يقدروش يفهموا الناموس الكامل بتاع ربنا، مش قادرين يفهموه. عشان كده قلتلك أن الوصايا بتاعت الإنجيل للمؤمنين ما تنفعش لغير المؤمنين، فدول قساة القلوب ومش مؤمنين، همشيهم على الوصية إزاي؟ أيوة بس ما اقدرش اقول ده مؤمنين ازاي بقى، ده قلبه ده بيقول له كده، ده بيقول انه فتش في كل الشعب ما لقاش قلب يرضيه زي قلب داود. احنا بنتكلم عن موسى اعطاهم كتاب طلاق، مش بنتكلم دلوقتي عن تعداد الزوجات، بنتكلم عن كتاب الطلاق. كتاب الطلاق ده زي النظام اللي موجود دلوقتي عندنا، لما تطلق واحده دي كتاب طلاق عشان تقدر تتجوز تاني. أيوة. لا احنا دلوقتي بنتكلم عن الطلاق. حضر القسيس انا ما عنديش مانع ابدا ان هو كان يقول لاجل قساوه قلوبكم انتوا عملتوا كده، لكن انا مشكلتي في انه لا، من اجل قساوه قلوبكم. أيوة. موسى اذن ليكم بكده، مش ربنا. مين؟ موسى اعطاك. طب موسى أعطاكم. من نفسه يعني؟ لا مش موسى من نفسه، لان دي الشريعه الوضعيه بتاعت الشعب. موسى كان عنده شريعه يحكم بيها الشعب، كان عنده كونستيتيوشن، كان عنده الدستور الوضعي المدني، فهيعمل دستور مدني على مبادئ اللي هي ساميه وهم مش ساميين كده، هيعيشوها مش هيعيشوها، فعمل قانون يناسب الوضع اللي موجودين فيه. أوكي. فموسى أعطاكم كتاب طلاق وليس الله. الله لم يعطيكم كتاب طلاق. أشكرك. واضح الفكرة؟ ريحتني دلوقتي. فده اللي بنتكلم عنه، الوضوح النور. عشان كده المسيح كان لازم يجي زي ما كنا بنقول في الحلقات اللي فاتت، الدنيا عمالة تضلم 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 مش بتنور. يعني نوح والناس دول فاهمين ربنا أكتر من أيام داود. إزاي بقى؟ ده راجل قلبه مع قلب الله. زي شوف انت تعبك قوي داود. راجل استمتع بحياته. لا داود ما استمتعش بحياته، سليمان اللي استمتع بحياته. داود اتعذب واتبهدل وعاش في مغاير وشقوق الارض وعاش مطارد اغلب سنين حياته وعاش بهدله. فاهم؟ فده يوريكي انه النور الادبي عبر التاريخ كل ما بنقرب من البدايه النور منور، كل ما بندخل في التاريخ النور عمال ايه؟ عمال يضعف رغم وجود الانبياء. عشان كده كان لازم يجي المسيح عشان يرجع النور ايه تاني؟ ينور تاني ويوضح المنظر الحقيقي من جديد. عشان كده جاء المسيح مره تانية قال يا جماعه enough is enough، انا دلوقتي برجع تاني البار، عارفه البار بتاع اللي بينط عليه ده، المقياس، الى مكانه الحقيقي. رجل واحد لامراه واحده مدى الحياه، ده من البدء، ده جنه عدن، ده جنه عدن، ده لوط، ده ابراهيم، ده اسحاق، يعقوب خاله خدع وهو قبل الخدع وجرت بقى الكرة. ايه وجرت الكرة. وجرت الكرة. واتفرجنا بقى على اولاد يعقوب عملوا بلاوي. لما بنقرا بقى عن اولاد يعقوب ال12 عملوا بلاوي. لكن بنشوف يوسف اتجوز كم واحده؟ واحده رغم ان هو في البلاط الملكي، واخد بالك؟ فبنشوف في النص حاجات مظبوطه، واخد بالك؟ بنشوف سمعان زكريا الكاهن كم زوجه؟ واحده، مع انها كانت عاقر. فكان ممكن المفروض يتجوز واحده غير عشان يخلف. مظبوط. حضرتك بتدخلنا دلوقتي في نقطه جوهريه جدا، وهي انت فهمتي تاني بقول ايه؟ مريم فيها كم زوجه؟ واحده لزوج واحد، مش صحيح كانوا لسه مخطوبين، لكن في حكم المتزوجين. لكن في حكم المتزوجين. فاذا بنشوف انه زي الاعلان كان واضح وطي، وبعدين ابتدى يعلى تاني. مش حاجه مجتمعيه حتى الاساس. إيه؟ اكتر ما هو المجتمع بيأثر على النور الادب اللي عندي، بيأثر على قيمي. قصدي بحاجه مجتمعيه انه حتى الله متعاطف، يعني مش متعاطف معايا، متقبلها. ما هو بيحاسبني بحسب النور اللي عندي، النور اللي عندي مرتبط باللي جاي لي من اللي حواليا، مرتبط بالنور اللي جاي لي من حواليا ومن المجتمعات اللي انا عايش فيها، وبيأثروا عليا ازاي، وبيدوني مفاهيم ازاي في الحياه. واضحه الفكره؟ موسى كان عنده كم زوجه؟ واحده. أودي اللي سمعنا عنها. لا ما سمعناش عن غيرها في حياه موسى حياته من تفصيليه موجوده عندنا. فالمسيح بيقول يا جماعه منذ البدء لم يكن هكذا. كان هكذا، ده من ده في جنه عدن. فاهم؟ الرجل والمراه اثنين يصيروا جسدا واحدا، اثنين يبقوا واحد، مش ثلاثة يبقوا واحد، ولا أربعة يبقى واحد، ولا خمسة يبقوا واحد. طيب في مشاكل هذا الأسيس لو حصل، يعني لو سمح
لتعدد زوجات هتحلها، يعني في مشاكل عويصة احنا مش عارفين نحلها ازاي. زي بيشاع جدا انه الراجل عنده ميل للتعدد، ربنا خلقه كده، ده اللي بيشاع وانا بقوله لحضرتك، انه عنده ميل للتعدد، فاما احصره في حد واحد هيضطر ان هو يعدد علاقاته بره الزواج، فهيبقى بيزني، فهيبقى بيخون مراته. طب وليه ما خليهم كلهم في الحلال؟ يعني في الحلال احسن من الحرام، في الحلال احسن من الحرام. يعني في اوروبا والغرب ده اللي بنسمعه طول الوقت، ان انتوا في اوروبا والغرب عاملينها بس في الحرام. يا اخي على الاقل اعملها في الحلال. يعني سامحوني، طيب يعني هو في اوروبا الراجل هو اللي بيخون مراته ومراته ما بتخونش جوزها؟ لا هو بتخون جوزها، بس انا كان قصدي بقى في الغرب اغلب الطلاقات ان الست حبت واحد تاني اكتر من الراجل حب واحده تاني. فعلا؟ اه يعني اذا ما كانش متساويه يعني، ف يعني الراجل بصباص عن الست، يعني يعني الراجل ما تملاش عينه زوجه واحده لكن الزوجه يملى عينيها راجل واحد. بص حضرتك هو ده اللي بيشاع، يعني الراجل وحش للدرجه دي؟ ما هو عمر طاهر كاتب جميل قال انه الراجل عامل زي الشجره، ما ينفعش تطلب من شجره يسكن فيها عصفور واحد. يعني الشجره تقدر تسكن فيها 1000 تتجوز 1000 لو ربنا يديله الصحه بقى. طيب احنا بس محتاجين نطلع لفاصل ونرجع بقى، لانه في كذا سبب او كذا مشكله الحقيقه متهيألي او في اراء ناس كتيره ممكن تتحل بالتعدد، فخلونا نطلع الفاصل ده ونرجع نكمل محاضره القسيس. اللي يتوه بالليل غير اللي يتوه بالنهار، واللي يتوه على البر غير اللي يتوه في البحر. مرات كتيرة دماغنا بتتوه في ضلمة وفي بحور غريقة، ومفيش علامة ومفيش شط ومفيش دليل. سواح بعدي بحور على كل شط بميل، والموج معاند مركبي وانا ليلي فيها طويل. لا الشمس يوم طلعت ولا ظهر لعيني دليل. يا رب افتح لعبدك وسط المتاهة سبيل، ده انا تايه. الباحث الحقيقي عن المعرفة بيمر بمرحلة الشك. إذا ما عنديش إجابات مقنعة هفضل على طول إيماني متزعزع. الإيمان شيء منطقي لا تراه العين لكن العقل يفهمه. المنظور الإلهي، الله خلق الرجل والمرأة على صورته وشبهه. المرأة زي الرجل، كائن أبدي شبه الله. المرأة كائن بشري كامل متكامل، يعني الفرق ما بينها وما بين الرجل بيولوجي. رجعنا مرة تاني مشاهدينا مع من حقك تفهم، وحلقتنا النهاردة عن الزواج. وصلنا لنقطة هي أنه تعدد الزوجات ممكن يكون في منظور ناس كتيرة حل المشاكل الكتير. حضر القسيس كنا قبل الفصل بنتكلم أنه أول سبب بيذكر أنه تعدد الزوجات ده شيء مفيد هو أنه الراجل ربنا خلقه أنه بصباص. مش لا لا مش بصباص، ميال للتغيير، ميال للتعدد، ميال للتغيير، بيزهق بسرعة. ما يقدرش يعيش مع شخص واحد، يا إما هيزهق ويا إما علاقته بالشريك الواحد ده هي هتفتر، وهو محتاج، هو بدنيا وجسديا محتاج للتعدد، عشان ده طبيعته، ربنا خلقه كده. يعني سامحوني، ما فيش أي حاجة علمية بتقول اللي حضراتكم بتقولوه دوت. دي الناس بتقول على روحها كده عشان عايزة تحلل لنفسها ما تفعله.
هل المرأة ممكن تمل من علاقة زوجية مملة؟ طبعا. والرجل حيمل من علاقة زوجية مملة، لكن لو العلاقة الزوجية دي مشبعة ومليانة حب وغرام وعشق وتفاهم وصداقة ومودة ووحدة اللي بنتكلم عنها في مفهوم الزواج، حمل؟ لا، بس في حاجة اسمها عين هتمل؟ فرغة. أكمل. عين فرغة ده قلة أدب، هو محتاج يتربى يعني. ده ملوش، ده مش العلاج إنه يتجوز تانية ولا تالتة ولا رابعة، فهماني؟ ما ده اللي قلناه قبل كده، التغيير اللي من داخل هو اللي بيغير من خارج. العين البصيرة والعين المظلمة، العين البصباصة هي اللي عايزة تتغير، مش أملاها فتبطل، مش بالعكس. أنا لما أملاها العين لا تشبع من النظر. فهم قصدي؟ فأنا بعالج الغلط اللي جوايا، مش أسمح بحاجة عشان أشبع الغلط اللي جواي. تاني، الرجل يمل من علاقة مملة والمرأة تمل من علاقة مملة. ما المرأة زي الراجل يا جماعة، مين قال؟ بالعكس، المرأة احتياجها للمشاعر والعواطف أكتر من احتياج الرجل. الرجل يحتاج للجنس أكتر من المشاعر، المرأة تحتاج للمشاعر أكتر من الجنس. ده مفهوم سايكولوجي، واخد بالك؟ إذا كان الراجل مش بيحب امرأته وبيديها هذا الشعور من الحب وإنها غالية وثمينة عنده وإن هي أغلى ما عنده في الحياة، يبقى مش بيشبح لما يجوز عليها اثنين وثلاثة واو الأخره، بيوصلها رسالة إيه؟ دي مش مالية عيني، فبيدمرها. فمين قال بقى إن هي مش محتاجة؟ مين قال؟ بالعكس، ده يعني اللي بيشبعها من حب هيتقسم على اثنين وهيتقسم على ثلاثة، والرسالة توصلها أنت مش مالية عيني. فهم قصدي؟ مش مهم بقى الست، المهم الراجل ينبسط. هو الراجل هم من الست ولا ايه؟ لا، هو بيقول لها بيقول بحبك بس، هو الراجل ماشي الجواز بحبك بس عايزه يعني، هو الراجل هم من الست في بلادنا دي؟ لا، في المنظور الالهي. لا، في المنظور الالهي لا، المفروض في المنظور الالهي الله خلق الرجل والمراه على صورته وكشبهه، المراه كالرجل كائن ابدي، الفرق بيولوجي، لكن الروح دي خالده والروح دي خالده، الروح دي ابديه والروح دي ابديه، احنا مساويين لبعض. الكتاب بيقول كده، ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل، ليس ذكر ولا أنثى، ليس عبد ولا حر، ليس يهودي ولا يوناني، الجميع متساويين، احنا متساويين في بشريتنا. المرأة كائن بشري كامل متكامل، الفرق بينها وبين الرجل بيولوجيكال، حدث انها كانت مرأة وحدث انه صار رجل. ده بيولوجيكال. انت الطفل لما بيتولد زمان في مجتمعنا يتولد بيت، فممكن يقيدوها، ممكن يقيدوها انها نزلت بيت، ده مفهوم متخلف. فاهم قصدي؟ ده الزيجوت اللي تكون، السبيرم والأوفر لما التحموا مع بعض، نوع الكروموزومات حدد ده كده، بس الاثنين كائن بشري، الاثنين كائن بشري متساوي في القيمه، متساوي في البيولوجي، ده مختلف في الشكل والفانكشن لكن ليس مختلف عند ربنا في القيمه الانسانيه. فالراجل بقى لا تشبعه امراه واحده، لكن المراه تشبع بنص رجل وبربع رجل. اسال المراه، انت تشبعي بنص رجل؟ لا طبعا. في جرح شبعها مش مهم، المهم شبعي انا، يبقى انا اناني، ويبقى انا فاكر نفسي انا اكثر ادميه واكثر اهميه من المراه، وده كبرياء الرجل. بس هما الناس اللي بتعتنق الفكره دي بتقول انه هو الله يعني عارف طبيعه الراجل فبيتعامل معاه، وعارف طبيعه الست، الست ايه بتحب تحافظ على بيتها ومش مهم بقى، ومش مهم ارمي مشاعر على جنب كده. دي طبيعه الراجل، انت افترضتي فرد مش موجود. انت افترضتي فرد مش موجود، انت افترضتي اصلا ان الزواج عقد وليس عهد. لو عقد نقدر ندخل شركه فيه. لو عقد، لو شريعه الزواج عقد دخلي شركه فيه، لكن لو شريعه الزواج عهد، اللي هو كل ما عندي ادهولك وكل ما عندك بالظبط، انا ملكك 100%، حد ايه لغيرك؟ انت ملكي 100%، مش من حقي تدي حد لده. انا ملكك. ازاي من حقي وانا ملكك بالكامل ان انا امتلك حد غيرك؟ ما هو في زوجات بتوافق انه ازواجها يروحوا يتجوزوا عشان ما يطلقهاش، عشان ما يطلقهاش، عشان محتاجات تصرف عليه، مش لانها موافقه على الفكره. عشان خسائر الرفض اكبر اني هطلقك. فاهماني؟ فهي ما باليد حيله. لكن لو هي اختيارها هتختار ايه؟ واحد. لا طبعا واحد. فاهم؟ ال 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 بولس ما بيكتب لتلميذه تيموثاوس بيقول لك صفة الأسيس إيه؟ بعل امرأة واحدة. ليه؟ بعل امرأة واحدة، زوج لامرأة واحدة. ليه؟ لأن في ذلك الوقت في وثنيين متزوجين بأكثر امرأة أمنوا بالمسيح.
واعتمدوا للمسيح. بيقول ما ينفعش حد منهم يبقى قسيس، لان القسيس لازم يبقى ايه؟ بعل امراه واحدة. قدوه، لازم يبقى قدوه، لازم يبقى مثل. ايه المثل؟ زوج امراه واحده. زوج امراه واحده ليه؟ لان ده اللي من البدء الله خلقه فين؟ في جنه عدن. رجل وامراه يصيرا جسدا واحدا، ليس بعد اثنين بل واحد مع بعض. ده العهد، ده اللي يدي ايه؟ السعاده الزوجيه. ده اللي يدي السعاده الزوجيه. غير كده العقد لا يحقق السعاده الزوجيه، ودخول اطراف جديده لا يحقق السعاده الزوجيه. لا الزواج عشان السعاده تتحقق فيه لازم تتم الوحده اللي اتكلمنا عنها، العطاء الكامل، ان انا ملك بالكامل لشريك حياتي، هو ملك بالكامل، ان انا جواه، انا جواه وهو جوايا. الخاتم اللي في ايدينا ده، الخاتم ده مكتوب عليه مين؟ مكتوب عليه اسمي؟ لا، مكتوب عليه اسم ايه؟ شريكي، مراتي. هي حطت اسمها وقالت لي انا خاتم في ايدك. يعني ايه؟ انا ملكك. الخاتم اللي في ايدها ده مكتوب عليه ايه؟ اسمي. يعني ايه؟ يعني انا كتبت اسمي واديته لها، قلت لها انا ملك ليكي. فالعهد ملكية متبادلة 100%، أنا ملكها بالكامل، مشاعري وعواطفي وجسمي وفلوسي وحاجتي وكل ملكها، وهي ملكي بالكامل. أدي نفس الحد تاني إزاي؟ تدي نفسها هي حد تاني إزاي؟ اتكسر الإيه؟ العهد. لكن لو ده عقد نقدر ندخل شركة. طيب إحنا حضرتك دلوقتي نفيت نقطة إنه الراجل بصباص، هو لو بصباص يبقى دي مشكلتك، ربنا ما خلقكش كده، محتاج يغير قلبه. حلو. طيب النقطة الثانية اللي بتثار برضو حوالين انه التعدد ممكن يكون بيحل مشاكل، هو انه انا اتجوزت ومراتي بعد فترة من الزمن اكتشفت انها ما بتخلفش وانا من حقي ان انا اخلف. انا اتجوزت وبعد فترة من الزمن مراتي عيت عاية شديد قوي لدرجة انه انا احتياجاتي مش عارف ألبيها. طب انا بقى ذنبي ايه؟ طب انا كده عندي احتياجات مش عارف البيها. طب ولو انت السبب انها مش عارفه تخلف، ودي النسبه الاكبر من العقم نتيجه الرجاله مش من الستات، من حقها هي تخلف عن طريق واحد غيرك؟ مين اللي هيشيل اسم العيله ومين اللي هيشيل مش عارف ايه يعني كده ليله كده نخلف ونكتبه باسمك، موافق؟ لا طبعا. ما لا اسمحه لزوجتي لا اسمحه لنفسي. طيب حاجه ثانيه، يبقى ده ابسط حقوق العدل، اللي انا مرضهوش ليا مرضهوش لغيري. وكل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوه انتم ايضا به. انت عايز الناس تعاملك ازاي؟ عامل الناس بيه. اني انا ابقى موافق اني اعامل الناس بطريقه لا اسمح ان الناس تعاملني بيها، ابقى انا نصاب، ابقى انا بضحك على روحي، ابقى انا مرائي. أبسط القواعد اللي قالها المسيح في العبارة دي، وكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوه أنتم أيضا به. طيب حاجة تانية بنسمعها. عشان كده العهد مرة تانية، دي شركتك مدى الحياة في اللي في الضيق والوسع، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض. يا ريت الناس وقت الجواز تركز في الكلام ده. إحنا قبل الزواج دلوقتي في شهادة الزواج لازم تروحي تعملي تحاليل، وهي تعمل تحاليل عشان تخش على نور. فانت داخل وعارف ان الزوجه دي مش بتخلف، انت داخل وعارف ان الزوج ده مش بيخلف، انت داخل وعارف ان الزوج ده عنده السكر وممكن يحصل له مش عارف بعد كده مضاعفات ايه، انت داخل وعارف ان الزوجه ديت عندها سيستميك لوبس ولا عندها روماتويد وممكن بعد شويه يحصل لها ايه، انت داخل على نور. موافق؟ موافق. فاهم؟ فحتى دلوقتي بنقول عشان ما تقولش انا ما كنت بجهل، اعملوا تحاليل وشهاده الزواج ما بتطلعش غير لما التحاليل بتيجي. شفت التحاليل يا ابني؟ شفت تحاليله؟ انت عارفه هو عنده ايه؟ انت عارف ان عندها ايه؟ انت موافقين تتجوزوا بعض على الحلوه امور؟ موافقين. ده عهد على نور. تمام، على نور. طب احنا بس عشان وقت حلقتنا بيجري، في سبب تاني وده الحقيقه منتشر في بلادنا، هو حل مشكله العنوسه. تعدد الزوجات شيء بيحل العنوسه لما يبقى عندك اساس انه مثلا انا مقتدر، راجل مقتدر، والشباب مش قادرين يتجوزوا، ما هو الشباب غلبانين مش قادرين يتجوزوا، وانت راجل مقتدر روح اتجوز عشان البنات اللي هتبور دهيت ونفسيتهم بتتعب وتتدمر، اتجوز لك اتنين تلاتة عشان انت ربنا اداك فلوس يعني. انا اول ما اسمع حل مشكله العنوسه، انا اللي كنت فاكره دايما واللي بسمعه لا ده نسبه الاناث اعلى من نسبه لا وعشان حل مشكله العنوسه، علشان العنوسه مع الستات دلوقتي هي العنوسه بتطلق على الراجل والست، بس في التفسير ده كانوا بيطلقوها اكتر على الستات، الستات مش لاقيه تتجوز بس عشان الستات اكتر رقم ده حاجه بيولوجي. عشان الفلوس رقم بيولوجي. لان بعض يعني الناس اللي يعني مش ما عندهاش فكره علميه قالت ان عدد الستات 4 أضعاف عدد الرجاله في اي مجتمع من المجتمعات. طبعا علميا دايما هم 50 50%،
لانه بالبروبورشن بنسبه الخلف، انا دكتور فانا فاهم الحكايه ديت على طول، نسبه ان الجنين يطلع بيبي ولد او بيبي بنت 50% 50%، عشان كده دايما النسبه 50% الى 50%. لما بتحصل حروب ايوه الرجاله بيقلوا شويه، فبيبقوا ايه، بيبقوا 49.5 قدام 50.5. في مصر الرجاله اكتر من الستات، في مصر 51% ذكور 49% اناث. فما فيش حجة ان البنات اكتر فحرام علينا نسيبهم فنتجوز منهم كتير عشان نعادل حقهم. لا مش قادرين، مش قادرين يتجوزوا. اكمل كلام. فاولا الفكرة البيولوجية ديت مرفوضة، يعني فكرة غلط، يعني ملاش دعوة بالعلم ولا دعوة بالواقع، ومش عارف جات منين، يعني لا العلم بيقولها ولا الواقع ولا الاحصائيات بتقولها على الاطلاق، بس بتقال وكأنها فاكت، كأنها حقيقة. ان بقى في ولاد كتير مش هيقدروا يتجوزوا، فالبنات بقى ينالهم نصيب، يعني نص العمى ولا نص العمى ولا العمى كله. طب والولاد اللي مش قادرين يتجوزوا عنهم يتجوزوا بقى؟ طب هنحل مشكله الولد ازاي؟ هقول لك ليه، لانه الولد ممكن يعمل هو عايزه بسهوله، لكن البنت مقيده قوي في مجتمعنا الشرقي. يعني نصرح للرجاله اذنوا زي ما انتم عايزين، واخد بالك، واشبعوا احتياجاتكم، لكن الستات ما يقدروش يذنوا فهنتجوزهم. لا ما نسيبهمش كده، هو عايز نتكلم بصراحه. كويس، هل هذا منطق؟ ما هو مش منطق. هل هذا منطق إلهي ولا بشري؟ لا هو مش بشري حتى. احنا بنتكلم على الإلهيات، احنا بنتكلم على الإلهيات. وإذا كان دي فترة زمنية النهاردة صعبة، ده ما كانش موجود زمان، لأن زمان أنت لا بتحتاجي شقة، أنت بتتجوزي في خيمة. فما ينفعش إن ده يطبق على كل الأزمنة ولا الأوقات حتى كسبب، لأنه في أزمنة كثيرة جدا لم تكن هذه أزمة موجودة على الإطلاق. أو أتبرع بفلوس ليه تجوز الشباب دول؟ بالضبط، يعني لو أنا راجل كويس. يعني لا لا مش هتحصل دي، أنت كده وهم. طيب إحنا للأسف وقت حلقتنا انتهى، مع إني عارفة إنه الموضوع ده ممكن ياخد منا حلقات وحلقات، لكن أتمنى إن يكون كلامنا ألقى بعض الضوء على المفهوم الحقيقي للزواج في نظر الله، و بدعوكم انكم تفكروا معانا فيه وبعمق، ومش بس تفكروا، يعني انا متهيألي انه افكر لوحدي محتاجه معونه من الله عشان يكون بينور عقلي. شكرا حضرة القسيس، شكرا جورج، ونشوفكم في حلقه جديده. الزواج عهد وليس عقد، العقد قابل للفسخ، والعهد غير قابل للفسخ. في الزواج بأعطي نفسي لشريك حياتي، وشريك حياتي بيعطيني نفسه، فتحصل المعجزة أن يصير الاثنان جسد واحد. الزواج 1+1 = 1.